إجراءات تسجيل أي وقف منذ إنشاء إدارتي الأوقاف، أول شيء أن يتجه الواقف إلى المحكمة الشرعية، وكان هذا الأساس في النظام في الوقفين، يلجأ إلى المحكمة الشرعية، أو في الزمان أول ما تأسس كان هناك قضاة شرعيين في الأوقاف السنية، وكان القاضي سيد عدنان للأوقاف الجعفرية، لتعريف الوقف وتحديد نوعه والجهة التي تخص الوقف. ولكن الإجراء القانوني بعد هذا الإجراء أن يتجه ويسجل هذا الوقف في إدارة الطابو في السابق، والآن في جهاز التسجيل العقاري، بأنه وقف مسجل إلى إدارة الأوقاف المعنية، وبذلك يعتبر وقفا مسجلا ومصونا بحكم القانون باسم الدولة.